بيقول لماذا عندما اصلي واطلب شفاعة القديسين والشهداء لا يستجاب لي؟ لا، جايز ربنا يستجيب ليك بس لسه ما جاش الوقت. وجايز زي ما قال يعقوب الرسول: تطلبون ولا تستجابون لانكم تطلبون رديا، يعني حاجة لا توافق مشيئة الله. لكن اذا كانت توافق مشيئة الله يبقى ربنا هيستجيب في الوقت المناسب.